بس معانا على التليفون دلوقتي اللواء أركان حرب حسام سويلم، المدير السابق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة. مساء الخير سيادة اللواء. الكلام اللي حضرتك سمعته دلوقتي، هل ممكن حضرتك تعلق لنا عليه؟ طبعا احنا عارفين انه في التزام معلن من القوات المسلحة من البداية تماما ان القوات المسلحة لم ولن تطلق رصاصة على الجيش المصري، رغم ذلك هناك بعض على الشعب عفوا رغم ذلك هناك يعني بعض القصص والحكاية التي بدأت تزيد في يعني عبر الأيام والأسابيع القليلة الماضية. تعليق حضرتك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أود القول أنني طلعت على 20 مطلب الخاصة بمظاهرة أو اعتصام يوم 27 مايو، ودي في رأيي تعني باختصار شديد هدم كيان الدولة المصرية على النحو اللي تم في العراق منذ حرب 2003، وبيعاني منه العراق النهارده الفوضى الخلاقه اللي بتتنفذ زي بالظبط ما قالت عليها كونديليزا رايس سنه 2006، اضطرابات وحرب اهليه في العراق وتدخلات اجنبيه ومجاعه، وده المراد بمصر في المرحله اللي جايه من واقع قراءتي لل 19 20 مطلب اللي هم موجودين في البيان بتاع اللي داعيين ل 27 مايو القادم، فوضى واضطرابات والى اخره. هذا المطلب او هذه المطالب بتؤكد بناء شرق اوسط جديد، الخطه اللي حطها واعلن عنها بوش في 2003 وتاكدت في 2006، وتستهدف في النهايه تفتيت مصر الى عده دويلات نتيجه الفوضى اللي حصلت. طيب اكمل كلامي. لا لا لا، حضرتك هتكمل ست اللواء، انا بس عايز اشرك المشاهدين معانا، بس اعرض عليهم المطالب اللي حضرتك اشرت اليها لانه لم نعرضها عليهم بعد. مطالب كثيره قوي قوي. نعم، موجود معانا، موجوده معانا على جرافيكس، يا ريت يا جماعه تحطوها لنا علشان نتابع بس مع حضرتك اللي بتقول. 20 مطلب موجودين قدامك. نعم. اللي عايز اقوله ان احنا النهارده ماشيين في بالطريقه بتاعتهم دي الى تنفيذ الفوضى الخلاقه وتنفيذ شرق اوسط جديد وتفتيت مصر الى عده دويلات سنيه مسلمه وقبطيه عاصمتها اسكندريه ودويله النوبه اللي موجوده في واخده جزء من جنوب مصر وجزء من شمال السودان. هل هذا يرضي اي حد في مصر النهارده؟ هو ده اللي بيحصل في العراق، هو ده اللي بيحصل في السودان، هو ده اللي المطلوب حصوله في مصر. وبعد ما لبنان النهارده تحول الى 6 كنتونات، مطلوب ان احنا من الولايات المتحده واسرائيل ان ده يحصل في مصر، ودي مخططات اجنبيه، جابوتينسكي يتكلم عنها، طيب زلوي يتكلم عنها، البريجينسكي يتكلم عنها، جورج سوروس اللي درب الناس بتوع مجموعه 6 ابريل وهو لاخره في نيويورك، المجموعات دي كلها واخد هذا التلقين، وامريكا صرفت باعتراف اليو اس ايد 270 مليون دولار على تنفيذ هذه الخطه عشان المشتريان يدرك هذا هو المخطط المطلوب. لحظه سياده اللواء، الولايات المتحده اعترفت ان هي اللي تامرت لاحداث ثوره في مصر؟ قالت ساعدت في بناء هذه الثوره وانفقت عليها 270 مليون دولار، وفي تدريب حصل لهم عند في امريكا وفي صربيا، والكلام ده مسجل، واذا حبيت ان انا اجيبه لك مسجل واعلنهم عندك موجود وفي الوثائق بتاعت ويكليك. لا انا اقدر لحضرتك لو حضرتك امدتنا بالتسجيل بتاعه، واوعد حضرتك انه لو موجود هنزيعه في اطاره يعني في معناه، لكن انا عايز اسال سيادتك، عايز بس اسال سيادتك انه يعني من ضمن المطالب اللي حضرتك اشرت اليها اللي هي موجوده، مطالب اللي هم هيطلعوا ميدان التحرير يوم الجمعه، من بينها على سبيل المثال محاكمه مبارك واسرته واركان حكمه ومحاكمه فوريه، من بينها محاكمه قتلة شهداء الثوره. كل اركان، اديني فرصه بقى اتكلم، اتفضل. كل اركان النظام السابق اما انها في السجن ومعاهم رجال الاعمال، حزب الوطني اتحل، مبارك قاعد تحت الحجز هو ومراته واولاده في السجن، المشكله في اجراءات وفي نائب عام بيتولى التحقيق، واتحال النهارده للمحاكمه الجنائيه، ايه المطلوب اكتر من كده؟ هم عايزين اعدامات، عايزين دم، عايزين مشانق زي اللي عملها الخميني في ايران، وزي الثوره الفرنسيه ما حصلت، وزي اللي بيحصل في الصومال، المطلوب دم، مطلوب اعدامات، وده اللي هيبسط هؤلاء الناس، وبعدين هتدور الدائره عليهم، لان الثورات بتاكل ابنائها.
كما شفنا قبل كده في الثوره في ايران، وشفنا في الـ الـ في في فرنسا وفي غيرها. الثورات بتاكل ابنائهم والمجرحه تدور، وهيطلع ناس هيتهموا اللي موجودين دلوقتي بالعماله، برضه هيتهموا اللي موجودين دلوقتي بقبض فلوس، واحنا عارفين الفلوس اللي اتصرفت. اللي انا عايز اقوله فيما يتعلق بالكلام اللي طلع عن المجلس العسكري، المجلس العسكري قال من البدايه انا لا اريد حكم واريد العوده بسرعه الى السكنات، لان دي مش شغلتي انا، شغلتي الدفاع عن امن البلد. وضح خريطه الطريق، خريطه الطريق دي اتعرضت في الاستفتاء واتوافق عليها بنسبه اكثر من 70%. في انتخابات في سبتمبر، في بعد كده مجلس الرئاسه، وبعدين في حكومه مدنيه. نعم. الأرض هذا الكلام ماشي، وفي انتخابات في سبتمبر القادم هتجرى، ثم بعدين انتخابات الرئاسه. ما هو المطلوب اكثر من ذلك؟ لنتحول تدريجيا الى الحياه العاديه. ممكن استاذن سيادتك سياده اللواء سويلم، حكومه ثوره في حكومه مدنيه بتثبت هذا الكلام. سياده اللواء سويلم بس ممكن حضرتك طرحت تساؤل. انت مش عايز اتكلم؟ لا اله الا الله. لا بالعكس حضرتك، انا بس حضرتك طرحت تساؤل، انا اريد احد الشباب انه يحاول يجيب على حضرتك علشان تكون حوار يعني مثمر جميعا نستفيد منه. أنا أكمل كلامي وبعدين اللي عايز يتكلم يتكلم. أكمل كلامي الاول. اللي انا قلنا بالنسبه للي بيجرى النهارده، المحاكمات اللي بيتكلموا عنها بتتم، في تحقيقات بتتم، الكوره كان النظام السابق بالكامل في السجون، حزب القطري اتحل، النهارده بنبني الدوله، ما تبصش ورانا، اللي ورانا بيتولاه النائب العام اللي المطالب النهارده اللي مقدمها 27 مايو بتطالب ان هو يتعزل وينتخب نائب عام وينتخب ناس جديده في القضاء، وعايزين مجالس ثوره جديده او لجان ثوريه في جميع مرافق الدوله، يعني امن دوله جديد، يعني زي حزب البعث يعمل لجان في كل حته، حتى في الجيش عايزين يعملوا هذه اللجان، هذا كلام مرفوض. وإذا ما كانش يتقبل ابتزاز بقى، هنروح بدل التحرير وهنفضل قاعدين، ما دي سياسة ابتزاز. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. طيب. قلت النظام السابق ممكن بس أستأذن سيادتك بس أنا بتجري. استفتاءات أمن. طيب. الانتخابات هتجرى في 9 في سبتمبر القادم، بعديها انتخابات رئيس جمهورية. يتسلم الدولة الحكم للمدنيين، الدستور الجديد يتحط بواسطة لجنة هتنتخب. وبعدين الجيش يرجع السكنات يتولى مسؤوليته. عايزين ايه اكتر من كده؟ طب ما هو حضرتك تديه فرصه هيرد. اتفضل يا استاذ وائل. اتفضل يا استاذ وائل. طيب انا في وجهه نظري انه البيان اللي على صفحه دعوه ثوره الغضب الثانيه 27 لا يمثل توافق ولا اجماع، ده في رايي. طيب جميل جدا الحقيقه دي. طيب. وبالتالي يعني ايه، وده بنقراه من مين اللي بيدافع فعلا عن الافكار دي وحاططها في التدوينات اللي نزلت امبارح والى اخره. البيان ده بيان يعني في اكتر من بيان، في اكتر من جهة تبنت اليوم ببياناتها بشروطها، في ناس قالوا حاجات، في ناس تانية مش موافقة عليها بتقول لا، ودي طبيعة الديمقراطية. ما ناخدش يعني طريقة من تسفيه حاجة ان احنا ناخد الطرح القصوي بتاعها ونقول بص دول عايزين يعملوا كده. اللي مطروح مش في تقديري، ودي قرايتي انا وائل خليل، اللي انا بمثل نفسي مش بمثل حد. طيب. انه مفيش اجماع على المطالب اللي على الصفحه. طيب دي ايه من الملاحظات اللي تفضل بيها سياده اللواء دلوقتي يعني لفت انتباهك ويهمك انك تناقش معاها؟ الفزاعه. اللي عايز اقوله اذا كنتم مش بس لا 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 لا, 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 لا انا هو طب عارفين ليه موافقين ليه 27 مايو وتعيدوه؟ ما تعترضوا كلامهم. ما احنا مش هندفع والله على تويتر حضرتك بنعترض والله. ايوه احنا هندفع برضه رغم ان احنا مش مأيدينهم، اللي ما هندفع ما هو ده اللي عايزينه. انت عارف ان هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا 27 مايو بيقولوا عندنا اللجنه جاهزه بتاع الدستور، والدستور نفسه مواده جاهزه، وعندنا اسماء المجلس الرئاسي اللي هم طالبينه جاهزه. بس تعالوا انتوا معانا، ده مش مطلب اجماع وطني. طيب انت وقعت في الثلاثه ده بالظبط، دول 15 واحد المجلس الرئاسي اللي احنا قاعدين هنا لا ضد المجلس الرئاسي. في اجماع على الاقل من الضيوف في الاستوديو انه مش عايزين مجلس رئاسي ربما. بالظبط. ما تحضروش 27 مايو يا اخويا جمعة الغضب. هي في فكره حضرتك بعد اذنك يا فندم كلام وبعدين تحضروا. طيب طيب البلد تتحرق زي ما العراق بتتحرق، ما تقولوا ما تعبروا عن روحه صح وما تحضروش. لا ان شاء الله ما فيش حاجه هتتحرق. مطالب جزء من التعبير بعد لكن اذن حضرتك يا فندم هو جزء على فكره من التعامل مع المطالب ديت، وده كان نقاش موجود. هل اللي مش عاجبه المطالب ما يظهرش خالص في اليوم ده عشان يبقى لوحده؟ وفي فكره انه لا ليه احنا عندنا مطالب توافق، عندنا مطالب
نقدر نتكلم عليها مطالب ائتلاف شباب الثوره بتعبر عن درجه من التوافق بمطالب جاي المستقبل. وبص للمستقبل والله احنا بتوع المستقبل ما تبصوش للماضي بقى ولا المطالب بتاعت المستقبل البلد اللي بتنهار والاقتصاد بينهار كلكم عمالين تبصوا لورا فين حسني مبارك ما هو في السجن الراجل ولا في المستشفى بصوا للمستقبل وشوفوا البلد اللي بتضيح اذا كنتوا طالعين صحيح شكرا الماضي الماضي خلاص ورا ظهرنا يعني مش كله حضرتك لسه ورا حضرنا وبعدين من لا ماضي له لا مستقبل له على أي الأحوال يعني أنا شاكر جدا جدا لسيادتك المداخلة دي واللي فعلا حطت كده مجموعة مؤشرات إنها ممكن مجموعة مؤشرات تهمني إن أنا أتكلم فيها بعد إذنك طيب اللواء أركان حرب حسام سويلم المدير السابق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة نوارة تفضل